لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من كتاب الشجر البصائر للعلامة سعد رحمه الله، وصلنا السؤال الشديد: ما هي العورة التي يجب سترها؟ فقال ان في عورتين، عورة ستر وعورة نظر. عورة ستر هي تستر خصوصا في الصلاة، وعورة نظر اللي هي ما يجوز النظر اليه. طيب هو اتكلم على المذهب، بعدين اتكلمنا على الصحيح في عورة الايه ستر في الصلاة. تمام، ممكن يعني نلخص كده جزئية اللي هي اللي كان يعني كان ممكن بعض الناس لخصها على المذهب، يعني تلخيص سريع كده ونعدي نخش على بتاع النظر. احنا قلنا في مسألة خصوصا البنات والأولاد، نظر سترة البنت ونظر الأولاد إلى النساء. على المذهب قلنا إن سترة البنت لو هي أقل من 7 سنوات ليس لها عورة. تمام كده، من 7 سنوات لتسع سنوات الصورة كلها ما عدا من الصورة للركبة. طيب من 9 سنوات إلى البلوغ اللي هو ما يظهر منها غالبا، اللي هو يعني ايه الرأس والعنق والذراعين والساقين. بعد البلوغ يبقى لابد ان تستر كلها ما عدا الوجه في الصلاة، كلام عن سترة الصلاة. طيب نظر الأولاد للنساء، الولد لو أقل من 7 سنين عادي ممكن يرى المرأة كلها، يعني ليس هناك عورة تستر من أقل من ايه من 7 سنوات. ده كحلال وحرام، لكن كتربية ينبغي تربية الأولاد على ايه؟ على عدم إنشاء العورات وعدم رؤية العورات واستقباح هذا الأمر، لكن احنا بنتكلم كحلال وحرام يعني. على المذهب برضه. طيب المميز على المذهب، المميز الذي لا شهوة له، يعني طفل عدى 7 سنين بس لسه ما فهمش أمور الشهوة وأمور النساء، ده يرى ما عدا من السر الرقبة. طيب المميز الذي له شهوة يعني يفهم في أمور النساء، ده يرى ما يظهر منها غالبا. طيب البالغ لا يرى من المرأة ايه شيئا على المذهب. تمام كده، ده تلخيص مسألة الايه. طيب خلينا بقى في عورة النظر. الحالة الثانية عورة النظر، النهارده بقى نتكلم على عورة بدل النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدل الإنسان، فهو أيضا 3 أقسام. نقرا الكلام كله كده وبعدين نرجع نعيد. شديد، وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنها لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. طيب ايه ده بقى؟ الأول النظر، نظر الرجال إلى النساء والنساء للرجال، ده أمر لا بد أن يقع بحكم الضرورة. يعني كده كده الرجل مخلوق موجود في الدنيا والمرأة مخلوقة موجودة في الدنيا، لابد أن والرجل مبصر والمرأة مبصرة، لابد أن يقع نظر الرجل على المرأة والمرأة على الرجل، ده أمر لابد أن يقع. لكن احنا مأمورين شرعا بالإيه؟ بالغض، يعني بالتقليل من هذا النظر الذي سيحدث. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. فالنظر ده لابد أن يحدث. احنا عندنا أسئلة كثيرة على إيه؟ على وصف بعض الصحابة لبعض الصحابيات في بعض الأحاديث، زي ألا أريك امرأة، حديث ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة هذه المرأة ذو السوداء، هو شافها وقال إن إيه سوداء، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النساء في صلاة العيد تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة سعفاء الخدين من سطة النساء. يبقى سعفاء الخدين يعني خدها إيه لونه متغير، فدل عن ايه كان حصل نظر وراء من امامه. زي حديث سبيعة الاسلامية، هيجي معنا الاحاديث كلها دلوقتي لما نتكلم على مسألة الخمار والنقاب والخلاف فيها نتكلم عليها دلوقتي. المهم فكده كده في ايه، في نظر سيحدث، لكن انت مأمور بايه؟ بالتقليل بالغض. طيب في قدر من النظر محرم مخصوص، ايه القدر المحرم المخصوص؟ اول حاجة النظر إلى عورة المرأة مطلقا سواء بشهوة أو بلا شهوة، النظر إلى عورة المرأة مطلقا حرام سواء بشهوة أو بلا شهوة، يعني امرأة تكشف عن عورتها. طيب في عورة المرأة إيه؟ هيجي معنا لسه إن البدن كله ما عدا الوجه كفين أو البدن كله على خلاف. يعني بيقول مثلا إن الوجه كفين عورة، يبقى لا يحل له أن ينظر إلى أي شيء من المرأة أصلا، لا وجهها ولا كفاها ولا أي شيء. طب اللي بيقول ان لا البدن والكفين مش عوره، يبقى العوره المقصود بها الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، يبقى النظر الى العوره مطلقا ده حرام الا للحاجه زي ما هيجي معنا لسه. طيب
احنا نتكلم على ايه اللي انت مأمور اجمالا بغض البصر. في حاجات ثلاثة مخصوصة محرمة. اول حاجة النظر الى العورة مطلقا. تاني حاجة من الحاجات الثلاثة النظر بشهوة مطلقا سواء لعورة او لغير عورة. يعني فرضنا واحدة لابسة اسود من راسها لغاية رجليها وينظر اليها بشهوة حرام رغم انه مش شايف عورة بس برضو حرام. يبقى النظر بشهوة للمرأة الاجنبية محرم مطلقا سواء لعورة او لغير عورة. طيب الثالث ما كان ذريعة للفتنة. يعني ايه؟ يعني مثلا امرأة مثلا ذات جمال وشخص مثلا ينظر اليها ويكلمها ويحد النظر الى وجهها فده ممكن يكون ولو كان مثلا هو شاب وهي شابة يبقى ادعى للفتنة. زي حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه لما كان في حجة الوداع وجاءت امرأة حسناء وضيئة في لفظ الحديث كده تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفضل ينظر إليها وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه للشق الآخر وهو ينظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه للشق الآخر. يبقى ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. يبقى ما كان ذريعة للفتنة يبقى إيه؟ يبقى واضح كده؟ طيب وبنقول انت ليك حال من ثلاثة. اول حال هو احداد النظر النظر المباشر الصريح. ثاني حال هو النظر الى المرأة في هامش المشهد. ثالث حال هو غض البصر بالكلية. ثاني عندك ثلاث درجات. اول درجة النظر المباشر. النظر المباشر ده الاصل فيه المنع لانه هو اقرب شيء يؤدي للفتنة النظر المباشر. فالاصل فيه المنع الا عند الحاجة برضو. زي ايه زي الحاجة مثلا؟ زي مثلا واحد خاطب يريد ان يخطب واحد ذهب يخطب امراه مش يروح يقعد مثلا عشان يشوفها ويقعد باصص في الارض وبعدين بعد ما يطلع اصلا ما شفتش لا ده يعمل ايه؟ ايه؟ عايز يشوف بعد ما يطلع يقول عايز اشوف تاني برضه يروح برضه مكسوف وقعد باصص في الارض فده ايه؟ ده له ان ينظر نظرا مباشرا. يبقى ده نظر للحاجه زي نظر الخاطب نظر للشهاده. يعني مثلا واحده مثلا في هتكتب عقد مثلا بيت مش عارف انت جابوك تشهد فحتى تعرف دي مين دي اللي انت بتشهد عليها فتنظر اليها لترى ملامحها وتعرف من تشهد عليها عشان بعد كده مسلوك للشهاده هي دي صلى الله ما خدتش بالي بيها يبقى انت كده شاهد ما شافش حاجه. فيبقى لازم ايه؟ يبقى في مواطن الحاجه يجوز فيها ايه؟ النظر المباشر اللي هي احداد النظر. طيب القسم الثاني اللي هو ان تجعل المراه في هامش الايه؟ في هامش المشهد. يعني مثلا انت بتخاطب امرأة مثلا لحاجه بيبيع بتشتري بتاع اي مكان فتبقى مثلا ايه باصص مثلا هنا هو على الارض او على جنب وانت ايه شايفه في هامش المشهد وده درجه يعني افضل مما قبلها وقد يحتاج اليها في حالات معينه. زي حاله ايه مثلا؟ مثلا بنضرب مثال مثلا استاذه جامعيه كبيره في السن وتشرح والماده صعبه معقله ولو هو مثلا بصر بعيد خالص او غمض عينه مش هيفهم حاجه من الشرح فيحتاج الى بقائها في هامش المشهد. يحتاج ان هو يبقى ايه باصص بعيد بس ايه في هامش المشهد عشان ايه يتخيل كده الدنيا ايه ماشيه ازاي مش قادر يركز في الشرح مثلا. فده قد امر قد يحتاج اليه وهو اهون مما ايه مما قبله. الحاله الثالثه ودي الاكمل والافضل بقى اما نظر بعيدا تماما يا تديها ظهرك تديها جنبك بعيد خالص او اغمض العين بالكليه ودي الحاله الثالثه اللي هي الافضل. يبقى انت عندك كده طرفين وايه طرفين وسط او ثلاث درجات من الابعد من الاسوأ للايه للافضل. طيب نقرا الكلام بيقول وخفيف وهو نظر الرجل الى زوجته وسريته ونظرها اليه فيجوز لكل نظر جميع بدن الاخر. يبقى هو بيسميه عوره بس من باب التجوز عشان كده بيقول تسميه هذا النوع عوره تجوز لاجل التحسين. ثاني الرجل ماذا يرى من امرأته والمرأة ماذا ترى من زوجها؟ كل شيء واضح. والأحاديث الواردة في استحباب ستر الفرج عن المرأة أو الرجل عن المرأة أو المرأة عن الرجل أحاديث ضعيفة كلها. تمام. فللرجل أن يرى جميع بدن امرأته والمرأة لها أن ترى جميع بدن زوجها والسيد يرى جميع بدن مملوكته سريته. تمام. طيب وكذلك المرأة أو السرية ترى جميع بدن إيه؟ سيدها. طيب بل وكذلك نظر عورة من دون 7 سنين. عيل الصغير ليس له عورة. يعني مثلا عيل صغير مثلا ينفع أمه تغير له قدام الناس ولا ينفعش؟ ينفع. بس في نقطة تربوية بقى إن الطفل أول ما يبدأ يعقل لازم يتعود على إيه؟
على حاجات معينة وإن كانت غير واجبة عليها. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن أو الحسين أخذ في فمه تمرة من الصدقة مثلا قال له كخ كخ أما شعرت أنها لا تحل لنا؟ يبقى عاد هو صغير ما يمدش يده عليه على تمر الصدقة. ففي حاجات الطفل ممكن يكون لسه صغير مثلا مش واجب عليه حاجه، بس انت ايه الحاجات الممنوعات دي لازم تعود على الامتناع منها مبكرا، زي الالفاظ القبيحه. ممكن الطفل مثلا لسه بيتعود وهو صغير يتكلم، عنده مثلا 3 سنين 4 سنين بيشوف اصحابه مثلا بيشتموا بشتائم قبيحه فيقولها لا، يؤدب على ذلك بحيث انه لا يعتاد على هذه الامور، ده في الممنوعات. لكن في المطلوبات زي العبادات لا يؤمر بها الا بعد ان يعقل معناها، مروهم بالصلاه لسبع. في الحاجات المطلوبة العبادة لازم عنده نية، لازم عنده عقل، فتستنى عليه لغاية 7 سنين. لما في الحاجات الممنوعة الوحشة، لا من هو صغير، من هو صغير لا يبدي عورته أمام الناس، يتعود على كده. من هو صغير ما تلفظش بألفاظ قبيح، يتعود على كده. حتى وإن كان غير مدرك إن دي عبادة بيتعبد بها لله، كون إن يمتنع عنها دخيل. إنما العبادات المطلوبة ده لن يستفيد منها إلا إن كان إيه؟ يعقل معناها ويميزه. واضح؟ طيب. بيقول ونوع متوسط وهو نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة للرجل وللمرأة ونظر لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمر، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه. يعني الرجل يرى من الرجل إيه؟ والمرأة ترى من المرأة إيه؟ والرجل يرى من محارمه إيه؟ الشيخ بيرجح ان هو ايه ما جرت به العاده وما احتاج اليه. ما جرت به العاده المراه جرت العاده ان هي تظهر ايه امام محارمها وامام النساء الراس والعنق تظهر عين الساقين. واحنا قلنا تخلف في المساله دي، بعض العلماء بيقولوا كده وبعضهم بيقولوا لا، من العوره ما بين الايه السره والركبه، وده وارد في حديث صحيح له حديث ايه ما بين السره والركبه عوره، وحديث اخر له حديث اذا زوج الرجل خادمه عبده او اجيره فلا ينظر الى ما دون ما فوق الركبه ما دون السره. إذا زوج أحدكم خادمه يعني الآمة بتاعته تزوجها عبده أو أجيره، تزوجها العبد أو الأمير، بقت كده خلاص إيه متزوجة، فبقت بالنسبة له زي المحارم بتوعه، فلا ينظر إلى إيه إلى ما فوق ربما تحت السرة. واضح؟ فده الأظهر في إيه في عورة الرجال على الرجال وعورة النساء على النساء وعورة النساء على الرجال المحارم. تمام؟ وعورة الأمة دي نقطة مهمة قلناها المرة اللي فاتت، إن الإماء عورتهن ليست كعورة الايه الاحرار عند جمهور اهل العلم، ان عورة الامة ليست كعورة الحرة، بس على خلاف بقى. يعني مثلا تلاقي اللي بيقولوا ان الحرة يجب عليها ستر الوجه والكفين بيقولوا ان الامة ايه تكشف الوجه والكفين، اللي بيقولوا لا ان الحرة اصلا تكشف الوجه والكفين بيقولوا لا الامة تكشف ما ظهر منها غالبا. واضح؟ وده الظاهر ان المرأة الامة امر العورة فيها اوسع، حديث اسناده جيد حيث أنس قال كنا إماء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن تضطرب ثديهن. فالظاهر أن كان عورة الإماء غير عورة الإيه؟ الأحرار، وابن عز وجل نص على ذلك في القرآن، يعني أو أشار إلى ذلك في القرآن في قوله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحرائر تعرف وتميز عن الإيه؟ عن الإناء. يبقى عورة الأمة مختلفة عن عورة الإيه؟ عن عورة الحرة. لكن تراعى في ذلك أيضا قاعدة سد الذرائع. قلنا المره فاتت كلام شيخ الاسلام الثانيه فيما في الاباء التركيات التي كنا في عهد شيخ الاسلام، بيقول ان لو اما جميله يفتن الناس بها لا تمكن من كشف شعرها وصدرها كما كان الاباء يفعلن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه. يبقى تراعى مساله الايه المصالح والمفاسد. تمام؟ تراعى قاعده سد الذريعه، والكلام ده قاعده سد الذريعه دي تراعى في كل شيء. زي ما قلنا برضو المره فاتت ان ممكن واحد واحدة ويكونوا محارم لبعض، إخوة مثلا من رضاعة، بس يكون في ذريعة للفتنة. يعني تحس مثلا واحد وواحدة وإخوات من الرضاعة مثلا، لكن مثلا شاب وشابة وتحس إن في ميل بينهم أو رغبة في الفاحشة أو أي أمر من أمور الفساد، ساعتها لا يمكن من الدخول عليها ولا تمكن من الخلوة به ولا تمكن من كشف عورتها أمامه. واضح؟ طيب يبقى بالمرة بقى لما نقول نظر المرأة للرجل، هل يجوز المرأة تنظر للرجل ولا لا يجوز؟ نفس الحاجات الثلاثة اللي احنا قلناها. يعني بيقول كده كده سيقع نظر، وكده كده هي مأمورة بالتقليل من هذا النظر، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. وفي ثلاث أشياء محرمة بعينها، أول واحدة النظر إلى العورة مطلقا، يعني من السرة للركبة يحرم عليها. ثاني حاجة النظر بشهوة مطلقا، يجوز المرأة أنها تنظر إلى الرجل بشهوة مطلقا. ثالث حاجة ما كان ذريعة للفتنة، ان كان النظر فيه فتنه، زي مثلا امراه شابه وشاب
ومع إحداد النظر وكثرة المتابعة ومتابعة الحركات غير النظر العام. واضح؟ نفس الكلام اللي في حق المرأة بنقوله اللي في حق الرجل بنقوله في حق المرأة. واضح؟ لكن الفرق في إيه بقى؟ الفرق إن الفتنة بالرجال أقل من الفتنة بالإيه؟ بالنساء. والفرق الثاني إن عورة الرجل يعني أقل من عورة الإيه؟ المرأة. فبيكون مساحة النظر المتاحة للمرأة أكبر من مساحة النظر المتاحة للرجل. واضح؟ طيب. بيقول ونظر لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا. ايه ذوات المحارم دول بقى؟ يعني مين المحرمات على الانسان اللي هو يجوز لي ان هو ينظر الى شعرها وذراعيها وساقيها ويجوز ان هو يخلو بها ويجوز ان هو يسافر بها؟ مين محارم الانسان؟ في محارم النسب وفي محارم الرضاع وفي محارم المصاهرة. كم وكم وكم؟ سبعة وسبعة واربعة. سبعة وسبعة واربعة خدناه بكاف في فقه مصر. سبعة من النسب وسبعة من الرضاع وسبعة من ايه؟ من المصاهرة. ايه السبعة من النسب؟ الام وين علت. يعني وين علت؟ يعني الام وام الام وام الاب كل دول. طب والبنت وين سفلت وين نزلت؟ يعني البنت وبنت البنت وبنت الابن كل البنات. طيب والاخت مطلقا، يعني الاخت الشقيقة واخت الاب واخت الام والعمات والخالات وين علون. يعني وين علون؟ عمة المباشرة اللي هي اخت الاب. في عمة ابعد شوية اللي ايه؟ لا اخت الجد. العمة القريبة اللي هي اخت الاب. في عمة ابعد اللي هي مين؟ اخت الجد، سواء كان الجد ده من الاب او الام. يعني ابو امك اخته تقرب لك ايه؟ عمتك. الناس بيقولوا ايه؟ خالت او يقولوا ست. يقولوا ستي ليه؟ لأنها كبيرة في السن. أو يقولوا خالتي عشان هي تقرب لك من جهة أمك، لكن هي في الحقيقة إيه؟ عمتك. ليه؟ لأن أخت جدك والجد أب. واضح؟ ودي فيها قاعدة إن أعمام الآباء والأمهات أعمام، وأخوان الآباء والأمهات أخوان. واضح؟ يعني مش العبرة إن هي تقرب لك من جهة أبوك ولا من جهة أمك، لا، هي طالما هي عمة أبوك أو عمة أمك تبقى عمتك، خالة أبوك أو خالة أمك تبقى إيه؟ أم أبوك أختها تبقى خالتك. أم أبوك أختها تبقى إيه؟ خالتك. ودي الخالات وين علون. خالة المباشرة اللي هي أخت أمك. خالة البعيدة اللي هي أخت أم أمك أو أخت أم أبوك. واضح ولا إيه؟ طيب الواد الشاهد اللي إحنا عايزينه بقى بنت عم أبوك تقرب لك إيه؟ بنت عم أبوك؟ بنت عم أبوك. بنت عم أبوك تبقى بنت عمك. يجوز. يبقى ايه؟ اجنبية عم. اجنبية عم. بنت عم ابوك، ما هو عم ابوك ده يا رب لك ايه؟ عمك برضه، ما هو اخو جدك وجدك اب ليك، يبقى ده عمك ودي بنته، يبقى اسمها ايه؟ بنت عمك. يبقى ينفع تتجوزها. اجنبية عمك. بنت عم جدك برضه. بنت عم جدك نفس الكلام مهما كبرت في الحق. يا واحدة مثلا عندها 90 سنة وبنت عم جدك ينفع تتجوزها؟ مش كده. وبنت الاخ وبنت الاخت. كده كملنا السبعة بتوع ايه؟ بتوع النسب. بنت الاخ وبنت الاخت وان نزلت برضه. يعني بنت الاخ او بنت بنت الاخ. ماشي؟ مهما نزلت برضه. وبنت الاخت كذلك. طب السبعة اللي من الرضاع هم اللي من المصاهرة. هم اللي من النسب. النسب قال يحرم من الرضاع. يحرم من النسب. يعني الام من الرضاع، الست من الرضاع، البنت من الرضاع، الحفيدة من الرضاع، الاخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الاخ من الرضاع، بنت الاخت من الرضاع. كل دول ايه؟ محارم. واضح ولا ايه؟ طيب بنقول ايه؟ يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. طيب يعني مثلا امك من الرضاعة اللي هي ايه؟ ارضعتك او اشترط تكون ايه؟ خمس رضعات ايه؟ مين المسؤول؟ خمس رضعات معلومات مش مشبعات. انت هتقعد تسال عيل انت شبعت ولا ما شبعتش؟ مفيش حاجه بتقول مشبعات خالص. الدليل بيقول ايه؟ خمس رضعات معلومات، يعني يقال عنها رضع عرفا. رضع حتى شبع ما شبعش، افرض رضع شويه كده مثلا دقيقتين الواد مفجوع عايز يقعد يرضع ساعه، فبعد خمس دقايق شدوه خلاص بقى جسمه ايه؟ اسمها رضع. تمام؟ يبقى الام هي التي ارضعتك. حلو كده؟ طيب امها تبقى ايه؟ ستك من الرضاعه. جميل جدا. اختها تبقى ايه؟ خالتك من الرضاعه. اولادها كلهم يبقوا اسمهم ايه؟ اخواتك من الرضاعه. طيب
اخت جوزها عمتك من رضاعه، خلي بقى جوزها ده يبقى ابوك من رضاعه، فبالتالي امه تبقى ستك من رضاعه برضه، واخته تبقى عمتك من رضاعه، واولاده كلهم اخواتك من رضاعه، حتى لو ولاده من غير الست دي. واضح ولا ايه؟ ما هو كده بقى ابوك من رضاعه. طيب يبقى يحرم من رضاعه ما يحرم من النساء. طيب المصاهره يحرم منهم اربعه، مصاهره عن الزواج يعني اللي احنا بنقول عليه دلوقتي ام الزوج النسب. النسب ده الدم، القرابه اللي هي بالدم بالرحم بالولاده هي دي اسمها النسب. انما احنا في العرف بنقول نسب على ايه؟ على الجواز. الزوج ده ابو نسب، هو المفروض ايه؟ صفر. ماشي. طيب يحرم بقى من المصاهره اربعه، ام الزوجه، ام الزوجه وبنت الزوجه وزوجه الاب وزوجه الابن، دول الاربعه اللي ايه؟ مؤبدين، المحارم المؤبدين من المصاهرة. ام الزوجة يعني انت زوجت واحدة، حلو كده، امها محرم ليك، بنتها محرم ليك بس بعد ليه؟ بعد الدخول. طيب زوجة الاب، الاب تزوج مراته تبقى ايه؟ محرم ليك. زوجة الابن، ابنك اتجوز يبقى مراته محرم ليك. تمام كده؟ ابو مين احنا بنثبت من دلوقتي؟ بنثبتك انت. والله ما قصدي بنثبتك انت، يعني اثبت انت كده في مكانك. زوجة الاب يعني واحد، هو انت شخصيا اللي بكلمك، ابوه اتجوز يبقى مراته محرم ليك، بثبتك انت اهو. ابنك انت اتجوز يبقى مراته محرم ليك. انت بقى اتجوزت يبقى ام الزوجه محرم ليك. بنت الزوجه، يعني زوجه ثانيه انت دخلت بيها، واحده زوجه انت متجوزها جاهزه جايبه عيالك، فاهم؟ عيالها لما قبل كده ايه؟ عيالها قبل كده ايه؟ ربائب. فلو النظر لحاجه تخطبها، واحد راح يخطب واحده يجوز انه ايه؟ ينظر ليها. طب ينظر الى ايه؟ ينظر الى ايه؟ في اخلاق الجمهور ينظر الى الوجه والكفين، الحنابله ينظر الى ما يظهر منها غالبا، يعني الوجه الراس والعنق والذراعين والساقين. الاوزاعي قال ينظر اليها كلها ما عدا الفرجين. ابن حزم بيقول ينظر اليها كلها. طيب الاظهر والاعلم ان هو لو هي ستبدو امامه متعمده يبقى الوجه كفين، لكن ان هو اختبأ لها او نظر اليها بدون ترتيب بدون قصد له ان ينظر الى ما بدا منها زي ما تيجي تيجي. يعني عندنا في طريقتين للرؤيه الشرعيه دي، في طريقتين، الطريقه اللي هي المرتبه لو واحد رايح لوحده عشان ينظر اليها ساعتها تظهر له بالايه؟ بالوجه الكفين. في طريقه اخرى للاختباء زي حديث جابر فاختبأت لها فرأيت منها ما دعاني الى نكاحها. يعني زمان مثلا ممكن واحده مثلا انت مش عارف توصل لها، مش عارف تجي تشوفها وهي مثلا، فمثلا ممكن تكون مثلا ايه رايحه مثلا على الدور على تغسل الهدوم ولا الضوء ولا شفاف، فانت تخبأت لها ونظرت، فنظرت فرأيت منها مثلا ايه؟ ذراعها، ساقها، مع وجهها، ما فيش مشكلة زي ما تيجي تيجي بقى. واضح؟ طيب يبقى يقول للخاطب ان هو يرى ليه؟ الاصل الرؤية الشرعية ان هو يذهب يطلب النظر، تمام كده؟ حين استطاع ان هو يتخبأ لها قبل ان يذهب كان بها، والا ما استطاع. وده الاصل في البنت البكر انها في خدرها، يعني اصلا ما بتطلعش في الغالب، فبالتالي مش عارف ايه يشوفها، بخلاف المرأة البرزة، المرأة اللي هي الكبيرة التي تخرج، والبنت اللي هي البكر في الغالب يكون في خدرها فلا استطاع رؤيتها إلا بالذهاب إلى أهلها وطلب ذلك منها. عندنا حديث مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أراد أن يخطب امرأة فذهب إلى النبي فقال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، فذهب إلى والديها فخطبها منهما ثم أخبرهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم أنا رحت النبي وقال اذهب فانظر إليها، فكأنهما كره ذلك. هنطلع بنتنا راجل يشوفها ويبص عليها، وبنتهم كريمه لا يراها احد مثلا. فسمعت المراه بذلك من وراء الحجاب، فقالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك بذلك فانظر والا فانشدك، يعني انشدك بالله الا تفعل. فنظر اليها قال فتزوجها وذكر من موافقته. ودي اللي عمرت معاه، ومجرد من شعبه كانش بيعمر مع حد، تزوج 70 امراه. مثلا قال فانه احرى ان يؤدم بينكم لدائم العشره. فبيروح ينظر اليها، طب ينظر اليها لغايه فين؟ ساعه زي ما الشعب بيقول.
ينظر الى ان يتبين رضاها، يعني خلاص عجبته خلاص يرجع بقى الى ما كان عليه، يغض بصره عنها ولا يحل له ان ينظر اليها مره اخرى الا كاجنبيه بقى، اللي هو الضابط الشرعي العادي بتاع غض البصر. قال ومعامله ونظر ونظر الامل في المعامله، زي ما قلنا واحد هيبيع هيشتري هيشهد على واحد عند القاضي، دي حاجات كلها تبيح النظر الى الوجه اجماعا حتى لو كانت المراه منتقده، دي كلها اشياء تبيح النظر الى الوجه اجماعا. طيب فيجوز من جاء من ذلك ما جرت به العاده وما احتاج اليه، يعني النظر للعورات هل ده باب حاجه ولا باب ضروره؟ لا باب حاجه، يعني يجوز النظر للعوره عند الحاجه مش لازم توصل لمرحله ضروره. يعني فرضنا مثلا ده مساله التطبب مثلا، واحده مثلا هقول لك مثال، واحده بتولد متالمه بتولد، فمحتاجه ان مثلا يجي واحده عشان ايه تولدها، واللي هتولدها دي سترى عورتها المغلظه، نقول لا استني ولو شكينا ان انت هتموتي لما توصل لحاله الضروره بنجيب واحده تولدك وانت حاولي تولدي مع نفسك كده، ما ممكن تولد مع نفسها مش كده، وارد تولد مع نفسها، دي مش الولاده دي مش ضروره، الولاده دي حاجه، ومع ذلك يجوز معها نظر العوره، فيبقى باب النظر للعورات يجوز عند الايه عند الحاجه، لكن ده باب يعني يقول فيه زي ما ربنا قال ويحذركم الله نفسه، يعني الاصل في ده ان تقدير يعني الحاجه تقدر بقدرها، زي ما يقول في الضروره انها تقدر بقدرها كذلك الحاجه تقدر به بقدرها، يعني زي ما بيحصل مثلا للاسف في يعني سواء في دكاتره النساء او الرجال او النساء، تبقى واحده مثلا في العمليات مثلا بتولد تقعد مثلا كشف عورتها فتره طويله، وبعد الولاده كشف عورتها فتره طويله، قليل من يراعي ايه مساله ان ان كشف العوره يكون بقدر الحاجه، يعني خلاص هي الحاجه في الموضع وفي الزمن، الحاجه قد كده يبقى قد كده، قد كده يبقى قد كده، في الزمن مثلا محتاج 5 دقايق يبقى 5 دقايق، نص ساعه يبقى نص ساعه، ساعه يبقى ساعه، تبقى ساعتين وهكذا. والكلام ده المفروض برضو يكون على الرجال والنساء، يعني برضو ايه يعني دكاتره النساء اللي هم النساء خلاص طالما واحده وواحده مع بعض عادي، عادي الدنيا مفتوحه، لا يبقى ايه برضو بقدر الايه قدر الحاجه تكون مغطاه. طيب المهم بيقول وشرط هذا الا يكون معه شهوه، فان كان لم يجز. طيب ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكه ونحو ذلك. قلنا الشهاده دي نقل فيها الاجماع على انه يجوز لها ايه يجوز فيها النظر، والشهاده ليست من باب الضرورات انما من باب الايه الحاجات، فطبعا الضرورات اولى، يعني واحد بقى واحده مثلا ستهلك، واحده مثلا في الحمام ومش معاها هدومها والشقه مولعه، فيجوز ان حد يدخل ينقذها ولا لا سيبها تولع بقى عشان ما نشوفش عورتها، يجوز ان هو يدخل ينقذها، واضح؟ واحده مثلا نزلت مثلا لتستحم في البحر مثلا وغرقت، ينفع واحد ينقذها ولا لا احسن دي بعورتها نسيبها زي ما هي؟ يبقى باب الضروره ايه اولى بجواز النظر من باب الايه من باب الحاجه ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج اليه والله اعلم. من الأدلة على أن مسألة النظر مربوطة بالحاجة وليست بالضرورة غزوة بني قريظة، لما الناس محاصرهم ونزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنزلهم الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذريتهم، تقتل المقاتلة، المقاتلة دول هم مين؟ اللي قاتلوا فعلا، طبعا نعرف مين من القاتل ومين قتلش، لا كل من كان اهلا للقتال يعني يستطيع القتال يقتل. طيب مين اللي اهل القتال؟ البالغ. طب هنعرف البالغ منين؟ يا بابا انت عمرك قد ايه؟ عمر 7 سنين. هنقول كده طبعا، هنقول له ده مواليد كام؟ ده مواليد امبارح، هتكذب. طيب احتلمت يا ابني؟ هيقول ايه؟ لا ما احتلمتش ولا عمري شفته. ايه الدليل الوحيد اللي نقدر نعرف بيه؟ انبات شعر العانه. طيب نعمل ايه بقى؟ الصحابه عملوا ايه؟ كانوا يكشفون عن مؤتذرهم، فمن وجدوه انبت قتلوه، ومن لم يجدوه انبت اثروه. هل ده كشف عن العوره للضروره؟ مش ضروره اصلا احنا نقتله، مش ضروره، ده ايه؟ للحاجه، فيدل على جواز ان باب النظر للعورات مربوط بالايه؟ بالحاجه لا بالضروره، واضح؟ طيب شروط الحجاب الشرعي، اه كويس، عشان نقول شروط الحجاب الشرعي بالمره عشان ايه خلصنا الموضوع ده كله. طيب اول شرط من شروط الحجاب الشرعي ستر جميع البدن الا ما استثنى، بعضهم بيقول ستر جميع البدن وبعضهم بيقولوا ايه؟ ان في استثناء اللي هو الوجه والكفين، وهو ده الخلاف في وجوب ستر الوجه والكفين، وبالتالي الخلاف في وجوب النقاب ام استحباب النقاب، المساله فيها خلاف دائم من اهل العلم، بعض اهل العلم يرى وجوب ستر الوجه والكفين، وجمهور اهل العلم يرون استحباب
ستر الوجه والكفين، لكن على اي حال فهو ايه مشروع، بمعنى ان ليس كما يقال ان النقاب بدعه او ان ستر الوجه بدعه، لا، ده الناس قال لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين، يعني تيجي في احرامها ما تلبسش النقاب، يبقى دل عليها في غير الاحرام كانت ايه تلبس النقاب. وعائشه رضي الله عنها في الحجه الوداع ما كانت تنتقب، بس كانت بتعمل ايه؟ قالت فاذا حاذان الرجال اسدلنا على وجوههم، فلما يجي الرجال وجنبهم يعملوا يغطوا وجوههم، فدل على ان الامر ده كان ايه كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعباده من العبادات يتقرب بها الى الله عز وجل. لكن في خلاف بين اهل العلم، هل دي عباده واجبه ولا عباده ايه مستحبه؟ والجمهور عن هي عباده ايه مستحبه. ليه الجمهور عن هي عباده مستحبه؟ للجمهور عن هي عباده مستحبه عشان الحديث اللي قلناه فيها ايه؟ اللي فيها وصف بعض النساء ووجوه بعض النساء، زي حديث المراه زعفاء الخدين، زي حديث المراه السوداء، زي حديث سبيعة الأسلمية، ان هي لما يعني مات زوجها وكانت حامله، كانت حامله فوضعت حملها فتجملت للخطاب، وابو السنابل ابن بعكب كان قريبا لها واراد ان يخطبها، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم او ذهبت هي النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه يعني امتى تنتهي عدتها بوضع الحمل ولا لما تعدى 4 شهور 10 ايام، فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرها ان هي انتهت عدتها بوضعها للحمل. وجه الشاهد هي تجملت اليه للخطاب، في روايه من الروايات قال وقد اكتحلت واختضبت وتهيأت، يعني حطت كحل في عينيها واختضبت يعني ايه اتحنت في ايديها وتهيأت يعني للخطاب، تجملت للخطاب، فدل عليها كانت مبدية وجهها وايه وكفيها، واضح. وده كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، كان في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو من ضمن الأدلة حديث المرأة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وصوبها ثم طأطأ رأسها، كان عاد يتأمل فيها، شوف يا إن أعجبك إيه حسنهن، فتأمل فيها الظهر وتأمل فيه، أكيد مبديا لشيء، مبديا لوجهها وكفيها، تمام. برضو من ضمن الأدلة حديث أسماء، كان في خلاف صحة تطريفه، لو أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أو لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وإلى كفيه، حديث بإسناد ضعيف، وكان شيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه. ما هو إسناده ضعيف. طيب وحديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النساء في الفجر، قال فيتنصرف النساء ولا يعرفن من الغلس، يعني ما نعرفهمش من ايه، من شده الظلام. في روايه وما يعرف بعضنا وجوه بعض من الغلس، يعني ايه؟ يعني عشان الظلمه مش شايفين وش بعض، بدل انهم كانوا كاشفات لوجوههن. ايه؟ كل ده محتمل. لا ده بعض ده صريح. حديث الفضل بن عباس ده اصرح ما يمكن، اللي هو فجعل ينظر كامراه حسناء وضيئه تستخدم رسلا، فجعل ينظر اليها وتنظر اليه ويصرف بصره ويقول رأيت شابا وشابا فلم آمن عليهما فتنة، وذلك نصن بعض مرهشنية في الخط وجهها. وده يرد بقى على قول من قال إن النقاب مستحب لكن في زمن الفتنة يجب، ده ليس ضابطا أصلا، ده ضبط الأحكام الشرعية بهذا الأمر، إلا إن كان مثلا واحدة مثلا عارفة إن هي لو نزلت من بيتها في فجار قدام البيت لو شافوا وشها مثلا هيؤذوها، ساعتها هنقول حالة مخصوصة، انما مش تبقى حكم عام كده ما نخش عليه الفتنه بجمالها. هذه كانت امراه حسناء وضيئه وده شاب، ومع ذلك اصلا لم يامرها بستر الوجه، ولا يمكن الرد على ذلك بانهم كانوا في الحج، لان عائشه رضي الله عنها كانت تسدل وجهها في الحج، كان يمكن اصلا يامرها بستر وجهها، فده دليل غايه في الصراحه على ان النقاب ليس بواجب، تمام. من ضمن الادله كذلك حديث المراه التي اتت تبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن مخطضبه، فلم يبايعها النبي حتى اختضبت، عارفين الخضاب سنه للنساء، سنه النساء تغطي تخضب يدها بالحناء، والرجال العكس، الرجال يكره لهن اللي يكره لهم الايه الخضاب الا في الشعر، في شعر الراس وشعر الراس وشعر الايه اللحيه، يعني الرجل يخضب لحيته يخضب شعره، انما المراه تخضب بدنها، انما الرجل يكره له التشبه بالنساء يخضب بدنه، بعض الاخوه اللي بيقولوا في الحنه يروحوا ايه محنين ايديهم، ده صنيع مين؟ صنيع رجليهم، ده صنيع ايه؟ صنيع النساء. المهم نرجع موضوعنا تاني، يبقى اول شرط من شروط الحجاب الشرعي ستر كل بدن الا ما استثنى، طب ده يدلنا على ايه؟ على بعض النساء بقى، خلينا نسيبك من الوجه والكفين عشان فيهم خلاف، بس في حاجات مجمع عليها، بعض النساء بتخرج بتكون مبديه جزء من ايه؟ من مقدم شعرها.
فلا امر ينبغي ان ينتبه اليه. المراه تنتبه لي ووليها ينتبه لها، تمام، ان تكون مبديه ايه جزء من شعرها او تكون مبديه قدمها. بعض النساء بيخرجوا بيبقوا ايه لابسين ولابسين من تحت شبشب ولا جزمه وجزء من القدم باين، لا لازم تكون ايه مغطيه القدم كلها. حديث ام سلمة: ما تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شترا. قالت: اذا تنكشف اقدامهن؟ قال: يرخينه ذراعا ولا يزيدن على ذلك. شوف، اذا تنكشف اقدامهن، يبقى ده امر مقرر، امر ما ينفعش ان المراه ينكشف ايه قدمهن. من الحاجات برضو لبعض النساء بيعملوها ان هم يلبسوا كم واسع فيبدو جزء من ذراعها، تمام كده. بعض حتى ممكن تكون بعض المنتخبات تلاقيها مثلا منتخبه ولابسه القفاز لغايه هنا بس، مش اللي هو اللي عامل اللي معاه عصام، ولابسه كم واسع، فتيجي تمد ايدها تلاقي كل اسود في اسود وبيه لغايه نص ايدها كده ايه كل ده باين. فيا اما تلبس حاجه ايه يعني تحتها ضيقه الكم، او ان هي تلبس اللي هو ايه المعصم ده، تمام. يرخينا شبرا يعني الهدوم بتاعتها تبقى طويله تحت القدم مش تغر في الارض يعني. طيب الشرط الثاني: الا يكون زينه في نفسه. والحجاب اصلا حجاب ليه؟ عشان يستر المراه على اعين الناظرين، ما يبقاش هو يجذب اعين الناظرين. الا يكون زينه في نفسه، ربنا عز وجل قال: ولا يبدين زينتهن. واضح؟ إذا التزين ده ما ينفعش. الناس قال وربنا عز وجل قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني هي لو لابسه زينة من جوه خلف رجلها ما ينفعش تضرب برجلها عشان يتعرف ان هي فيه زينة من جوه، ما بالك بقى اللي تظهر الزينة من بره، يبقى بقى الهدوم بتاعتها مزركشه وملونه وبتاع. طيب الضابط ده يرجع في العصر، الضابط ده يرجع في العصر. بمعنى ايه؟ بمعنى لا يجب على النساء لبس الاسود. النساء في زمن الصحابه كانوا بيلبسوا الوان كثيره، بتلبس ابيض وتلبس اسود وتلبس بني وتلبس ازرق عادي جدا، يعني مش واجب لون الاسود، ان كان الاسود اشد في الستر لكن مش واجب، هو ده الافضل لكن ليس واجبا. يبقى احنا ما نتكلمش عن نقطه اللون بقدر ما نتكلم عن نقطه الزينه، نكون في حاجات مزينه ومزركشه وتجذب النظر، هي دي الممنوعه. انما مش بنقول ان لازم اللون الاسود، واضح ولا لا؟ عشان بعض برضه الاخوه من سبب اللباس النساء ده في طرفين وسط، في طرف بيميل للتثيب والتساهل وفي طرف بيميل للتشديد في المساله دي، واضح ولا ايه؟ فمن ضمن صور التشديد ان بعض الناس ممكن يظن ان الواجب على المراه لبس الاسود، لا مش واجب، واضح؟ طيب لكن عموما يعني الشرع يستحب الستر ما امكن، وان يستعففنا كما قال القواعد من النساء التي لا يجون نكاحنا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات للزينة، وأن يستعففن خير لهن. يعني دايما الستر ايه افضل. الشرط الثالث: ان يكون صفيقا لا يشف، يعني يكونش لبس رقيق جدا شفاف، لا لازم يكون تخين بحيث انه ما يشفش الايه اللحم من تحته، او يكون طبقتين ثلاثه بحيث انه يكون ايه ما يشفش الايه اللي تحته. وفي حديث اهل النار والكاسيات العاريات، يعني هي كافية لكن في نفس الوقت عارية، لأن الكسوة دي تبدي ما تبدي ما تحتها. هنا الشرط الثاني اللي يكون زينة في نفسه، الشرط الثالث اللي احنا في الوقت ان يكون صفيقا لا يشف، الشرط الرابع ان يكون واسعا لا يصف. يعني ما ممكن يكون سميك بمعنى انه ما يشفش، لكن يكون لين جدا ومحزق على الجسم فيصف حجم الاعضاء. الناس لما اهدى قبطيه لاسامه بن زيد رضي الله عنه فقال: ما لي اراك لم تلبسها؟ فقال انه ايه البسها او كساها لامراته. فالناس قال: مرها فلتجعل تحتها غلاله فاني اخاف ان تصف حجم عظامها. يبقى الناس خاف ان هي تبين حجم عظامها، فقال له: خليها تلبس تحتها حاجه ثانيه تبقى شايل وحدها. واضح ولا ايه؟ فلو واحده مثلا بتلبس لبس مثلا محزق من اسفل يبين حجم الارداف، ده غير جائز لا امام الاجانب ولا حتى امام ابنائها واخواتها وابوها وامها. ليه؟ لان دي عوره مغلظه. واضح ولا ايه؟ الحاجه المحزقه من تحت جزء اللي من السره للركبه ده لا يراها الا الزوجين. يبقى ما يجوزش حتى ان تلبس حاجه محزقه من تحت امام الابناء وامام الاخوه وامام الاخوات وامام، ما ينفعش. انما ممكن لو حاجه فرضنا حاجه محزقه من فوق دي تنفع، واضح ولا ايه الفرق؟ ان السره الركبه هو ده الجزء اللي ايه؟ حاجه محزقه من فوق، مش قصدي تنفع في الشارع، انا قصدي تنفع يعني امام الايه؟ امام النساء وكده. طيب الشرط الخامس: الا يكون مطيبا.
كنت ثياب المرأة ثياب مطيبة، مثل قال أيوم امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. شرط الثالث ألا يكون في تشبه بالرجال، وشرط السابع ألا يكون في تشبه بالكافرات. تشبه بالرجال مثل قال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، طبعا لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. ده معناه ايه؟ معناه تلبس اللباس المختص بالرجل، اصل في لباس خاص بالرجل في لباس خاص بالمرأة، ممكن يكون في لباس مشترك، واضح؟ فاللباس المختص بالرجل ده اللي ما ينفعش المرأة ايه تلبسه، واضح؟ يعني مثلا الساعة، النضارة، مش عارف ايه، حاجات مشتركة، الشراب، دي حاجات كلها ايه مشتركة بين الرجال والنساء. في حاجات تحتمل وفي حاجات ظاهر جدا انفراد الرجال بها، يعني واحدة مثلا هتلبس مثلا ايه جلابية وغطرة مثلا دي كده ايه هتلبس مثلا بدله قميص وبدله وبتاع دي كده ايه ده لبس مختص بالرجال، او واحد يلبس فستان ده لبس ايه مختص بالنساء. ففي حاجات في لباس في لباس مختص بالرجال وفي لباس مختص بالنساء، ما ينفعش يحصل ايه ده. في حاجات صارت مشتركه، مثلا مثلا البنطلونات مثلا، الظاهر والله اعلم ان البنطلونات الان مشتركه بين الرجال والنساء، بس فين؟ في البيت. البنطلون هل هو محرم من اجل التشبه بالرجال ولا محرم من اجل وصف العوره؟ محرم من اجل وصف العوره. ده البنطلون انهي؟ اللي هو الحريم اللي ينفع في الحريم. برضو في بنطلون خلاك بيبقى رجال رجال، بنطلون جينز ده مثلا لا ماشي كده وكده ماشي ماشي طيب خلاص ما تعرفش بقى هو ده هو المهم يبقى كده ايه البنطلون البنطلونات لبس البنطلونات يبقى ما ينفعش من اجل وصف العوره مش من اجل التشبه. يعني واحده لابسه بنطلون في بيتها ينفع بس امام زوجها، او يكون بنطلون واسع امام ابنائها، او بنطلون ولابسه فوق حاجه. يعني فرضنا مثلا واحده لابسه بنطلون واسع وفوق دريل اللي هو بيغطي مثلا حتى ما يظهرش حجم الارداف، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز بره وجوه، يعني حتى لو خرجت بنطلونات واسعه اللي هي اشبه بالجيبه دي اسمه رجل اسمه رجل رجل الفيل رجل الفيل هي فعلا شبه رجل الفيل حاجه كبيره قوي يعني المهم بيبقى واسع زي الجيبه كده. فلو لابسها ولابسها فوق دريل من حيث الجواز يجوز، لكن من حيث الافضل ان هي تلبس ما هو ايه ما هو اثر وافضل. تمام كده؟ طيب المهم الشرط وبرضه لا يشبه لباس الكافرات، يعني واحده لبست مثلا لبس الراهبات ده لبس تتميز بيه الكفار، الموضة واضح؟ الموضة لا المهم يكون مختص بالكفار. طيب شرط الثامن ألا يكون لباس شهرة، الناس قال من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. طيب ايه لباس الشهرة؟ اللي هو الحاجه اللي الانسان بيشتهر بيها بيتعرف بيها، اللي هو حاجه مثلا ايه غريبه شاذه. يعني نضرب مثال مثلا بتشوف مثلا بعض الناس لما الصوفيه بيلبس غطره حمراء او غطره خضراء كبيره او كده ويمشي بيها في الشارع، ده غطره حمراء عموما ده ثوب شهره. صلي على محمد. ماشي عايز تقول طيب لو الاسئله مكتوبه عقد على زوجته فما حكم الجلوس معها سويا والخروج معها دون وجود محرم؟ العاقد واحد عقد ولسه ما دخلش بامرأته له منها كل شيء ما عدا الجماع وما يؤدي غالبا الجماع، يؤدي غالبا الجماع اللي هو ايه الخلوه التامه مع التجرد من الملابس دي تؤدي غالبا الجماع. طيب لا تصلي الحائض الا بخمار، ما هو تفصيل كلمه خمار في الحديث؟ وهل لبس الطرحه يجوز؟ الخمار كل ما خمر وغطى الراس. طيب هل يجب ان يغطي الراس كلها ولا الراس ما عدا الوجه؟ ما عدا الوجه هنا الخلاف المعروف المشهور. تمام كده؟ لكن في الصلاه اجماعا لها ان تصلي وهي كاشفه الوجه، يبقى غطت راسها وكشف وجهها باي حاجه تغطي مفيش مشكله، بس ينبغي الا تصف حجم عظامها، يعني ما تكونش مبينه بقى بالظبط حجم الرقبه والكتف اللي هي الطرحه اللفه بقى الضيقه جدا اللي مغطيه مبينه حجم الرقبه والكتف بالظبط، فالمفروض تبقى طرحه ايه واسعه. فلو واحده لابسه طرحه واسعه او خمار او نقاب او رسال او ملحفه كل ده يمشي، وده بترتيب الفضل
يعني أقلهم فضلا الطرح الواسع، أفضل في الخمام، أفضل في الإزدال، أفضل اللحاف. ده كله بغير بعيد عن مسألة تغطية الوجه، كان بعيد عن الوجه، كان اللباس اللي من فوق حتى لو واحدة كشف وجهها، هو الترتيب كده، الطرح الواسع ثم الخمار ثم الإزدال ثم اللحاف. ممكن واحدة يكون لابسة إزدال أو لحاف وهي مش ملتقبة، هل الاختباء للمرأة يجوز حتى لو دعا للتجسس؟ هل لبس الحجاب الملون كالأحمر مثلا أو لون فاتح يجوز؟ قلنا اللي مش لازم لون معين في الخمار، مش لازم لون معين في لباس المرأة، لكن ما يكونش داعيا للنظر، لافتا للنظر. أظن الأحمر اللي هو الفاتح أوي ده اللي هو الأحمر المزهزه ده أظن يجذب النظر يعني. الإزدال، الرأي في الإزدال قلنا الإزدال ده أفضل بلا شك من الخمار بلا إزدال، تمام يعني ده حاجة أعلى أفضل. نظر الطبيب في الولادة للمريضة مع وجود الطبيبة، لكن تخشى المرأة من سوء خبرة الطبيبة. احنا قلنا باب التطبق ده جزء الحاجة، فبالتالي ما يلزمش انعدام الطبيبات من اجل الذهاب للطبيب، يعني الافضل الذهاب للطبيبة، لكن يجوز الذهاب للطبيب مع وجود الطبيبة، والعكس يجوز للرجل الذهاب لطبيبة مع وجود الطبيب، لكن الافضل معالجة النساء للنساء والرجال للرجال، لكن يجوز العكس. قلنا يجوز العكس شروط الكلام مع المرأة الأجنبية، قلنا غض البصر، ألا يلمسها، ما يكونش فيه خلوة، ما يكونش الكلام فيه ذريعة للفتنة، ما يكونش الكلام فيه ذريعة للريبة، ناس تشوفهم واقفين مع بعض ترتاب دول بيعملوا ايه دول، وان يكون الكلام بقدر الحاجة. هل يجوز للذي نظر شيئا أن يأكل منه إن كان فقيرا أو غنيا؟ لو واحد نظر نظر ونوى أن يأكل من هذا النظر فله أن يأكل منه، طب نظر نظرا ونوى ألا يأكل منه، كله يطلع لله يبقى لا يأكل منه. طب لو لم ينوي شيئا الأصل ألا يأكل منه، طالما نظر دي لله يبقى الأصل ما يأكل منه، يعني يبقى كده ما وفاش بنظر. في حديث عبد الله بن عمر في حديث الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ذكر فيه أن عبد الله قال للرجل تلاحيت أنا وأبي، وقال له في النهاية لم تكن هناك ملاحاة بيني وبين أبي، فكيف نفهم ذلك من كلام عبد الله بن عمرو؟ ده قد يكون تعريضا من عبد الله بن عمرو، يعني تلاحيت قبل ذلك مش دلوقتي، يعني أكيد أي واحد وأبوه بيحصل منهم ملاحاة في يوم الأيام، فهو ممكن يكون لأدخل الآن كلام صريح، هو كلام صريح تلاحيته أنا وأبي من سنة من سنتين، لا يجوز. القنوت مش القنوت اللي كتب الطاء، القنوت في الفجر قبل الركوع للإمام وللمؤمنين سرا كل يوم، قفل الصلاة معهم وجميع المساجد على ذلك. ده فين بلدي دي اللي بيقولوا كده المالكية اللي هو القنوت السر ده؟ عموما المسألة فيها خلاف، القنوت فيه خلاف في الفجر والأرجح ان هو بدعة، بس المسألة فيها خلاف سر. ترفع يدك معاهم؟ ايه؟ ترفع يدك معاهم؟ اه ترفع يدك معاهم. لو نظرت لو انت بنية الخطبة مرتين، احنا قلنا انك انت تنظر لغايه ما تتبين رضاها ان هي عجباك، خلاص عجبتك خلصت تغض بصرك بعد كده، انما فرضنا بصيت ليها وبعد ما روحت شاكك في نفسك هي عجباني ولا مش عجباني، عايز ترجع تنظر تاني ينفع؟ يجوز. هل يجوز النظر للمرأة المتقبة اثناء العمل في عمليه السحاب، سحب مال من البوسطه، وهل يجوز لها كشف وجهها؟ الافضل نخلي واحده موظفه هي اللي تنظر لوجوه النساء عشان تتاكد ان هي دي اللي في الصوره اللي في البطاقه ولا لا، يبقى نخلي واحده موظفه هي اللي ايه هي اللي تنظر لوجوه المتقبلين. تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.